السلام عليكم، ويلكم بريب 1. تعالوا نكمل مع بعض ليسن 2 في يونت 1 اللي هي الماتر كونستراكشن. بدأنا في الماتر كونستراكشن اتكلمنا عن الموليكيول، قلنا الموليكيول هو البيلدينج يونت اوف ماتر، او هو ذا سمولست بارت اوف ماتر which can exist freely and has the properties of matter. يعني لو انا عندي لو اصغر حاجه في الماتر انا من خلالها اقدر اعرف البروبرتيز اوف ماتر. انا لو بدرس الووتر كلها، فلو خدت موليكيول واحد من الووتر هقدر اعرف كل البروبرتيز بتاعت الووتر من وان موليكيول اوف ووتر. يعني البروبرتيز الموجوده في وان موليكيول اوف ووتر هي اللي موجوده مثلا في 100 مللي اوف ووتر، في 1 لتر اوف ووتر، او وات ايفر. وقلنا ان احنا الموليكيولز بنفرق ليها موشن، وليها في بينها انتر موليكيولار سبيسز وفي بينها انتر موليكيولار فورسز، وفرقنا بين السوليد والليكويد والجاز اكوردنج تو موشن فورسز اند سبيسز. تعالوا بقى نكمل بارت 2، ان التمبريتشر والفيزيكال ستيت اوف ماتر. احنا كده عارفين من زمان، احنا هنكمل في الماتر كونستراكشن من زمان. كده احنا عارفين ان الميلتنج يعني ايه ميلتنج، يعني change of matter from solid into gas sorry into liquid by heat. ده الميلتنج، change of matter from solid into liquid by heat. ايه اللي هيحصل؟ تعال نميز بين الكلام دوت بس بقى ايه بالكلام اللي احنا درسناه السنه دي. احنا عارفين الكلام ده واحنا صغيرين كده في برايمري 4 وحافظينه، بس تعال نميز بين الكلام دوت according to the spaces والفورس اللي احنا اتكلمنا عنها. اول حاجه لما بيجي لو عندي solid عملت لها heating يعني gain energy، اخدت heat energy. لما اعمل heating للsolid يعني اخدت heat energy. ايه اللي هيحصل؟ اول ما المولكيولز اوف سوليد اللي هي بتبقى كلوزد تو ايتش اذر يعني لازقه كده في بعضها والسبيس از فيري سمول، يبدا يحصل ان السبيد بتاعتها انكريزز، السبيد اوف مولكيولز انكريزز يعني المولكيولز تبقى فاستر اسرع. طب لما السبيد انكريزز السبيسز بتوين ذم هي كمان انكريزز، يبقى كده by gaining energy or by gaining heat energy the solid molecules its speed increases so the spaces between them increase and the force between them decrease or become weaker وتتحول لليكويد. يعني نتيجة الكلام ده المولكيولز بتبعد عن بعضها، فالانترموليكولار سبيسز انكريز والفورس decrease او become weaker، فبالتالي الستيت اتحولت عندي من solid لليكويد. لو عملنا عكس الكلام ده وقلنا باي كولينج، لو انا عملت كولينج للليكويد، لو خدت الليكويد عملت له كولينج او حطيته في الفريزر يعني لوز انرجي لوز هيت، فقد الهيت بتاعته. فلما لوز هيت زي بالظبط كده ما نكون احنا بردانين قوي او احنا في كول بليس بنبقى سقعانين كده، فالسبيد بتاعتنا decrease بنبقى كسلانين كده وبطئه، فالسبيد اوف مولكيولز decrease so the spaces between them هي كمان decrease بيقربوا من بعض، فالforce between them increase بيبقوا اقوى لما الforce بينهم increase فيتحول عندي لسوليد. دي opposite لدي، يبقى هذا اللي احنا سميناها melting، لكن انا عندي هنا هيبقى اسمها freezing. يبقى الفريزنج هي change of matter from liquid to solid by cooling. يبقى انا عندي الميلتنج يعني change of matter from solid into liquid by heating، ان solid state او molecules of solid matter gain energy بتاخد energy by heating، فالسبيد بتاعتها احنا لما بنبقى حارين كده واقفين على حاجه سخنه بنقعد نتنطط يعني السبيد بتاعتنا increases، فالسبيسز بنبعد عن بعض عشان الجو حر، فالسبيسز between molecules increase فالفورس بتبقى become weaker او الفورس decrease تبقى اضعف، فبالتالي المولكيولز تبعد عن بعضها وتحول لليكويد. لو جيت عملت الاوبوزيت بروسيس ان انا بدل ما اعمل لها heating عملت لها cooling يعني لوز energy، كانت سخنه وبرد يعني فقدت الهيت بتاعتها، فباي كولينج او باي losing energy the speed decreases بتبقى المولكيولز السبيد بتاعتها ابطا، السبيد decreases فالسبيسز between them decreases بيقربوا من بعض،
فبيكم الفورس بينهم بيكم سترونجر، بتبقى الفورس اقوى فيتحول لسوليد سبستانس او سوليد ستيت. يبقى ده الميلتنج اوبوزيت للفريز. طيب لو انا خدت الليكويد وعملت له بقى هيت، يعني انا كنت هنا بادئه بالايه بالسوليد عملت ميلتنج، وبعدين العكس من الليكويد للسوليد عملت فريزنج. طيب لو انا عملت هيتنج للميلتنج ان هو برضو جين انرجي، لما الليكويد جين انرجي نفس الكلام ده، السبيد اوف مولكيولز انكريزز بيبقوا اسرع، سو ذا سبيسز بتوين ذم increases برضو، space increases so the force between them decrease، بتبقى become weaker and change from liquid into gas. بدل ما كانت المولكيول distance او space بينهم small، هتبقى distance very large، تبقى مسافات كبيرة جدا، بدل ما كانت large تبقى very large، والforce هتبقى very weak. طيب ده بنسميها ايه؟ بنسميها vaporization. يبقى الفابورايزيشن عندي يعني change of matter from a from liquid to gas by heat and freezing from liquid to solid. طيب انا لو جبت الجاز ده عملت له cooling، يعني lose energy. نفس الكلام بقى لو انا من liquid لsolid، هيبقى نفس الكلام لو من gas لliquid، from by losing energy or by cooling المولكيولز اوف جاز السبيد بتاعتها ديكريز، بتبطأ، فالسبيسز بتوين ذم ديكريز، بتقل السبيسز، فالفورس بيكام سترونجر، يعني الفورس انكريز فيتحول لليكويد، وبنسمي البروسيس دي كوندنسيشن. كوندنسيشن يعني تشينج اوف ماتر فروم جاز تو ليكويد. يبقى انا عندي البروسيسز بقى from solid to liquid، لما يحصل gain الانرجي يعني heating، يبقى البروسيس دي اسمها melting. in opposite from liquid to solid يعني lose energy أو cooling، هتبقى اسمها freezing. لكن لو عندي بدء بالليكويد وchanges into gas يعني gain energy برضو، يعني heating، هتبقى اسمها vaporization. يبقى vaporization change of matter from liquid to gas by heat in opposite from gas to liquid by lose energy or by cooling from gas liquid condensation. Condensation change of matter from gas into liquid by cooling. فده ال effect of temperature on changing physical state of matter. هننقل بقى البوينت التانية. احنا اتفقنا ان المولكيول عندنا هو smallest part of matter which can exist freely and has the properties of matter. المولكيول عندنا في منه two types، في element molecule وفي compound molecule. احنا اتفقنا ان المولكيول هو البيلدينج يونت اوف ماتر، يبقى كده الماتر consists of molecule. المولكيول بيتكون من بيلدينج يونت اصغر شويه اسمها اتوم، والاتوم دي هناخدها ان ديتيلز في ليسن 3. يبقى المولكيول consists of smaller parts which called atom، يبقى كده الاتوم بقى هي اصغر حاجه في الايه في الماتر خالص. المولكيولز عندي منها تو تايبس، يا اما تكون element molecule يا اما تكون compound molecule. What is the difference between element and compound؟ element يعني الماتر عندي consists of only one type of substances، يعني الاليمنت دوت بيكون نوع واحد بس من الماتر، فبنقول ان الاليمنت هو simplest form of matter which can او sorry simplest form of matter that can't be analyzed into simpler
substances يعني ايه؟ يعني ال element ده اللي بيحدد لي نوع ال substance، نوع الماتر. يعني انا لما اجي اتكلم عن الايرن لوحده كده، هل الايرن لو انا قسمته هيديني نوعين؟ يعني هيديني ماده تانيه؟ لا، هيديني ايرن برضه. يعني لو انا عندي الايرن قسمته هيبقى ايرن، فكده هو مش هيديني substances تانيه. يعني هو دلوقتي هو ده كده اسمه element، يعني simplest form of matter، ابسط صوره للماتر that can't be analyzed into simpler substances. ما ينفعش الايرن اقسمه لكذا، لمثلا كبر والومنيوم، لا هو ايرن بس، فلو قسمته هيديني ايرن برضه. لكن مثلا compound، الكومباوند يعني combination between more than one type of elements. يعني كده الكومباوند ده كذا element مع بعض بيمسكوا في بعض عشان يدوني substance معينة. يعني انا مثلا بقول iron oxide، شايفين الفرق هنا؟ ايرن هي حاجه واحده، هي نوع واحد من الماتر يعني element، لكن الايرن اوكسايد يعني ايرن مع اكسجين. يعني انا لو قسمتهم هيتقسم لايرن واكسجين، تمام؟ فبالتالي الكومباوند هو combination between more than one type of elements، اكتر من element مع بعض يبقى اسمهم كومباوند على طول كده. يعني الموضوع بشكل simplify قوي، more than one type of elements يبقى ده compound، نوعين مع بعض، ثلاث انواع، whatever بقى او ايا كان العدد بتاعهم، هم اسمهم compound طالما اكتر من حاجه. فعشان كده قلت iron oxide، يعني iron واكسجين مع بعض. لكن انا قلت iron بس وسكت، او قلت copper بس، او قلت oxygen من غير حاجه تانية معاه، فده بقى اسمه element. يبقى ال element هو simplest form of matter، يعني هو ابسط صوره للماتر that can't be analyzed into simpler substances، اللي هو ما ينفعش اقسمه بعد كده تاني. يعني هو ايرن مش هينفع اقسمه، يعني ايرن اوكسيد ينفع اقسمه لايرن اوكسيد، لكن الايرن خلاص مش هيتقسم لكذا نوع، هو ايرن بس. فده الاليمنت هو السمبلست فورم اوف ماتر. طب ازاي نفرق بينه وبين الموليكيول؟ الموليكيول هو عباره عن، ممكن يبقى الموليكيول ده ممكن يكون فيه كذا اليمنت. فالموليكيول هو البيلدنج يونت اوف ماتر، ايا كان نوع الماتر بقى دي ايه، مش شرط تكون اليمنت، ممكن تكون اليمنت او ممكن تكون زي ما قلنا كومباوند. هنعمل في اخر تقسيمه كده عشان نفرق بين الاليمنت والاتوم والمولكيول. طيب احنا بقى بنقول في الاليمنتس، الاليمنت كومباوند يعني سوري الاليمنت مولكيول، يعني مولكيول بيتكون من نوع واحد بس من المتر. ممكن يكون حاجه اسمها بقى مونو اتوميك اليمنت، ممكن يكون داي اتوميك اليمنت او داي اتوميك مولكيول. يبقى كده عندي الاليمنت مولكيول كونسيستس اوف او ديفايدد انتو مونو اتوميك وداي اتوميك. مونو معناها 1، داي معناها 2. فمونو اتوميك يعني مولكيول which consists of او اليمنت مولكيول consists of one atom، consists of only one atom. داي اتوميك يعني اليمنت مولكيول consists of two atoms. مونو اتوميك يعني اليمنت مولكيول which consists of one atom. داي اتوميك اليمنت او داي اتوميك مولكيول يعني اليمنت مولكيول which consists of two atoms. المونو اتوميك، بص بقى عندي تقريبا السوليد كله، الكابر، الايرن، الالومنيوم، كل الحاجات دي مونو اتوميك. الجازس، الانرت جازس مونو اتوميك. ايه الانرت جازس دي؟ الانرت جاز اللي هي الان اكتف جاز، اللي خدنا منها السنه اللي فاتت الارجون لما كنا بنشرح اللام، كنا بنقول ان احنا اللام فيلد ويز ارجون لانه ان اكتف جاز فيمنع الرياكشن مع الاكسجين. فالانرت جاز دي عندنا اللي هي هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. الانرت جاز اللي هي ايه؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. انرت جازز هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. نحفظهم كده عشان هيكملوا معانا لحد سكندري ان شاء الله. فالانرت جازز هي مونو اتوميك مولكيول. مونو اتوميك يعني المولكيول بتاعهم consists of one atom. فبيقول لك if reason the inert gases are mono atomic molecules because their molecules consist of only one atom او consist of one atom، هي اتوم واحده بس. طيب الليكويد بقى
ما عنديش غير ليكويد واحد بس، هو الليمون اتوميك هو الميركري. فاكرين كده لما كنا بنقول ان الميركري دي اونلي ليكويد ميتال، هنا هنقول ذا اونلي ليكويد مونو اتوميك. الميركري ذا اونلي ليكويد مونو اتوميك، يبقى انا كده عندي المونو اتوميك مولكيولز اللي هي الاليمنت مولكيول، ممكن تكون سوليد زي الكوبر الايرون الالومنيوم الصوديوم البوتاسيوم كل الكلام ده. الجازز بقى اللي هي كل الانرت جازز اللي هي الهيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون، والليكويد مفيش غير واحد بس هو الميركري، ودايما بيتسال عنه بيقول لي ذا اونلي ليكويد مونو اتوميك يبقى ميركري. طب الداي اتوميك، الداي اتوميك يا اما تكون جازز او ليكويد. الجازز بقى كل الاكتف جازز، الاكتف جازز دي اللي هي الجازز اللي بتبقى نشطه بتتفاعل مع اي حاجه. الاكتف جازز بقى اللي هي مثلا عندي اكسجين هيدروجين نيتروجين فلورين and كلورين. اكسجين هيدروجين نيتروجين فلورين كلورين، بنلاقي مثلا السيمبل بتاع الكلورين Cl2، في 2 هنا. كنا بناخد الاكسجين السنه اللي فاتت O2، في 2 اهي. كنا بناخد النيتروجين N2، وهلاقي الهيدروجين دايما بيجي H2. ال2 دي معناه ان هو الداي اتوميك، داي اتوميك يعني بيتكون من 2 اتومز. يبقى الاكتف جازز از اكسجين هيدروجين نيتروجين فلورين كلورين، they are داي اتوميك مولكيولز لانهم consist of 2 اتومز. الليكويد مفيش غير واحد بس اللي ليكويد اللي هو برومين. البرومين كنا بنقول زمان the only liquid non-metal، هنقول ان هو the only liquid diatomic. يبقى the only liquid diatomic mercury mono mercury، the only liquid diatomic برومين. وall act all inert gases mono والactive gases di. okay دي عندي المولكيولز اللي هي الاليمنت مولكيول. تعال نشوف الكومباوندز كده، احنا اتفقنا الكومباوند يعني مور ذان وان تايب، يعني اكتر من حاجتين مع بعض، يبقى كده انا ايه على طول كده كومباوند. تعال مثلا ناخد الكومباوند اكزامبل، عندنا نمبر 1 الواتر H2O، دي اللي هي الايه الواتر. الواتر عندنا H2O يعني 2 اتومز من الهيدروجين بلس 1 اتوم من الاكسجين يديني ايه بقى؟ يديني كده الواتر اللي هي اكسجينيه كبيره كده معاها 2 هيدروجين اتومز. طيب كده عندي 2 هيدروجين و1 اكسجين، اداني H2O. يعني كده تعالوا بقى بصوا، الاليمنت اللي هو التايب اللي هو الكايند اوف اتوم، نوع الاتوم، والنمبر اوف اتومز، الاتومز بقى دي اللي هي النمبر. هعد يعني كده ال H2O دي مولكيول بتتكون من ايه، كام اليمنت؟ في عندي هيدروجين واكسجين، يبقى هنا كام اليمنت؟ يبقى 2 اليمنتس، نوعين. كام اتوم؟ اعد كل الاتومز اللي عندي 2 هيدروجين 1 اكسجين يبقى 3 اتومز. طب نمبر 2 عندي حاجه زي هيدروكلوريك اسيد HCl، هيدروكلوريك اسيد او هيدروجين كلورايد، هو ده اسمه بتاعه، ده الاسم بتاعه هيدروكلوريك اسيد اور هيدروجين كلورايد اللي هو HCl. HCl مكون من 1 هيدروجين اهي كده، 1 هيدروجين بلس 1 كلورين، فبيديني كومباوند عباره عن 2 اتومز ماسكين في بعض. يبقى انا كده عندي ايه؟ 1 هيدروجين بلس 1 كلورين اداني HCl. يعني كام اليمنت؟ في عندي كده كام اليمنت؟ نوعين اتنين بس، يعني 2 اليمنتس وبرده 2 اتومز، لان واحده بس هيدروجين واحده بس كلورين. طيب نمبر 3 ناخد اكزامبل تاني، عندنا الامونيا. الامونيا اللي هو NH3 نيتروجينية N بلس 3 هيدروجينات، يبقى كده عندي 1 نيتروجين اتوم بلس 3 هيدروجين اتومز، يبقى كده عندي 1 نيتروجين بلس 3 هيدروجين اداني NH3. يبقى كده ال NH3 اللي هي الامونيا كام اليمنت؟ نوعين اتنين نيتروجين وهيدروجين، يبقى 2 اليمنتس.
وفور اتومز. جت منين الفور اتومز؟ ادي واحده نيتروجين وثري هيدروجين. يبقى باختصار كده، تعالوا كده يعني ايه، لو خدت حاجه زي ال H2SO4 سلفوريك اسيد، هو ده مولكيول. يعني لو انا عندي كده بوتل مليانه H2SO4 كتير كده، خدت منها واحده بس، خدت منها يعني بوتل فيها H2SO4 خدت منها مولكيول واحد بس، ده كده على بعضه اسمه مولكيول، نوعه كومباوند. كده نوعه ايه؟ كومباوند. ليه كومباوند؟ عشان لقينا كذا اليمنت فيه. طيب الانواع اللي فيه، يعني ادي هيدروجين سلفر اكسجين، يبقى كده في كام نوع؟ يبقى الانواع دي، يبقى التايبس او الكاينز هي الاليمنتس. الكاينز يبقى انا كده الاليمنت ده اللي هو الكايند، نوع الاتوم. فكده عندي 3. الاعداد كده في 2 من الهيدروجين، 1 من السلفر، و4 من الاكسجين. يبقى الاعداد دي هي الاتومز. يبقى الاتومز اللي هي النمبر اوف اتومز دي، هيبقى عندي 2 بلس 1 بلس 4، هتبقى عندي كده ايه؟ 7. عشان نعرف نفرق، يبقى الاتوم هي اصغر حاجه، يبقى هي بيلدينج يونت اوف مولكيول. يبقى كده الاتوم بتبني المولكيول. طيب الاليمنت هو الكايند اوف اتوم، نوع الاتوم او نوع الماتر، كايند اوف اتوم او كايند اوف ماتر، النوع بتاع الماتر اللي مكونه عندي. والمولكيول بقى اللي احنا اتفقنا عليه سمولست بارت اوف ماتر. طب والكومباوند احنا اتفقنا ان هو مولكيول consists of more than one type of atoms او consists of more than one type of of elements. افرق ازاي؟ اه احنا المولكيول اللي هي يعني same substance، لو انا عندي water H2O، كل المولكيولز اوف ووتر اللي مع بعض كده هتبقى سيميلر. يبقى المولكيولز اوف ذا سيم سبستانس ار سيميلر بس ذي ار ديفرنت في مولكيولز اوف انذر سبستانس. يعني عندي ده ووتر وعندي مثلا كربون دايكسايد، هلاقي هنا ان دي سيميلر لبعض عشان هما ذا سيم سبستانس، لكن ديفر مختلفه عن كربون دايكسايد عشان ده ديفرنت سبستانس. يبقى المولكيول اوف ذا مولكيولز اوف ذا سيم سبستانس ار سيميلر، مولكيولز اوف ديفرنت سبستانس ار different from each other، مختلفين عن بعض. مختلفين في الايه؟ في الكايند اوف اتوم، نوع الاتومز اللي عندي، في النمبر اوف اتومز، في الواي اوف كومباينيشن، طريقه الترابط اللي ما بينهم. دي هناخدها ان شاء الله بعدين. يبقى كده all molecules in the same substance of the same substance are similar، المولكيولز بتاعت نفس الماتر similar، لكن they are different from molecules of another substance. مختلفين في ايه او different في ايه؟ يبقى بيقول لك في reason molecules of different substances are different because they are different in kind of atoms, number of atoms and way of combination. kind of atoms, number of atoms and way of combination. وعرفنا الكلام ده ان احنا بنعد انواع الاتومز اللي هي element، وبنعد اعداد الاتومز اللي هي number of atoms اللي هي building unit of molecule، الاتومز اللي بتكون لي المولكيولز. اوكي okay. So we have finished lesson 2. Thank you.